سلام الزفلة ونقدم السلام ومرحبا بكم في قناتي كل يوم طبخة مع مريم. الفيديو تاع اليوم ان شاء الله يلقاكم اون بون فورم اي اون بون سانتي. ان شاء الله نهاركم طيب وزين. دونك نبدا معكم الفيديو هذا بلي تاغلياتيل à la façon algérienne. Si vous êtes curieux de savoir كيفاش لا فاصون الجزائريه تبعوا معايا. هنا عندنا كميه من اسكالوب، كي تشوفوا المقادير تاع ايزيبيس، عندنا فلفل كحل، عندنا كركم، وريقه روند صغار، الا كانوا صغار جوج وريقات صغار، شويه لوتان، هنا مغرفه تاع لا موتارد. Voilà, comme vous le voyez, on mélange tout ça. Et avant, bien sûr, on déroule le maïrli pour les pâtes de tawana. C'est la sauce avec une sauce crémeuse. Quand on déroule avec toutes les pâtes, toutes les pâtes, mais de préférence, les tagliatelles, je suis à l'arrière ou je suis à l'arrière. Vous le voyez, on a le maïrli, on a fait un peu de melh, un peu de zit, pour que je ne laisse pas. Voilà, كيما راكو تشوفوا هاك نرمي لي التاغلياتيل تاعنا، يتشبهوا شويه السباغيتي وشنو شويه عراض. فوالا، وكي يزيدوا يطيبوا يزيدوا يعراض اكثر. دونك نكملوا لهنا غير فان تاع هريسة. فوالا، وهنا عصرت لها نص حبه قارص، نحركو ميلونجتو والزيت. هنا قيس زوج مغارف كبار، تانيت وميلونجتو، هاوليك الزيت زوج مغارف كبار، ونخلوه يتروبوزا. كي قريب للاخر كي يطيبوا لي بات تاعنا نبداو نطيبوا لاصوص، باسكو ما يطولوش في الطياب، نعرفوا بلي الاسكالوب ساهل بالخف يطيب. هذا نسيو ندخلوا له كامل المقادير. نسيت ما وريت لكمش الثوم، ما ذكرتش الثوم. ثوم ثاني تنرحو قيس راس ثوم كبير، نديرو قيس مغرف قهوه في الاسكالوب تاعنا، والباقي نخلوه دو كوتي. دوك نسحقوه، تبعوا معايا وتشوفوا كيفاش وقتاش نسحقوه. اون فوا طابو نعطو لهم 10 مينوت لي بات، صفيناهم، جينا باش نطيبوا لي اسكالوب تاعنا. انا درت شويه زبده في المقله تاعي. فوالا، نبدا نحمروهم، ديرهم نص طياب باش باسكو بعدا يزيدو يكملو يطيبو في لاصوص. فوالا، حمرو كامل. اون في دي لسباس باش نزيدو ندخلو دو بريفيرونس. انا هنا دوك نبدل الريسيبيون هذيك هذيك التنيجره هذيك، باسكو ما تكفينيش كي نزيدو نضيفو تما لاصوص لي تاغلياتيل. دوك على كل حال دوك تشوفوني نبدلها. فوالا، دوك نحيو نحيو لي زيسكالوب تاعنا، اون فا لي زيكوبي اون بوتي مورسو. هنا هذيك وين لا ماريناد هذيك ضفتها لهذيك الزيت اللي قلينا بهم لي طيبنا بهم لي سكالوب، وضفتها اللي كنتم اللي خليتها زيت، ضفتها لاصوص هذيك باش هنا نشكلوا لاصوص. هنا اللي نشكلوا لاصوص هذيك بلانش. فوالا، ديكلاسي كامل البنه تاع لي سكالوب هذيك. انا ضفت شويه زبده ثاني، تقيس مغرف تاع قهوه معمره، تمد البنة ولا اروع. هنا جو كوب لي سكالوب ثانيت اون بوتي مورسو، نقدروا ثانيت مع الاول كوبيوهم دي بوتي مورسو. انا جي بريفيري هذه هي طريقتي كي نطيبهم. ابري جو لي زي كوب. هنا كيما راكو تشوفوا اون ميم طون ضربوا طلا على الثوم تاعنا اللي رانا نحمروا فيها، تطلق البنه في هذيك
هذاك الكلاصاج اللي دي كلاصينا به البنه تاع جو دير تاع الاسكالوب اللي طيبناه. اون فوا نقطعو كامل الاسكالوب هذوك دي بيتي مورسو نعاودو نرجعوه لهذيك الطنجره باش يكمل طيابو من الداخل. فوالا. وهنا اللي نضيفو كريم فريش، كريم فريش ليكيد سبيسيال كويزين. دونك لا كريم فريش سبيسيال طبخ. فوالا كيما راكم تشوفوها، فرغوها كامل ونضيفوا لها نص كاس تاع حليب. الكاس تاعي فيه 150 مليلتر، دونك نضيفوا نص كاس تاع حليب، نزيدو نشلو شويه القرعه هذيك تاع الكريم فريش. قيس يا ربي بالك 4 مغارف تاع ماء ولا، نشلوها ونفرغوها. غير يبدا يغلى نقصوا له ان فون ا بتي فو، نرجعوا له الغطاء ونخلوه يكمل يطيب. هنا الفرماج تاعنا البلون نزيدو ثاني فرو دو بريفيرونس فرماج بلون. انا ما كاش عندي هذا اللي كان حاضر عندي في الدار، درت 4 مرصوات تاع لي بورسيون فرماج بورسيون. دوك يذوب نخلو نحركو حتى وين يذوب، نقصو له كيما قلت لكم ا بتي فو على نار هادئه، نرجعوا لها الغطاء نخلوها تكتك حتى يدخل طياب يكمل يطيب لي سكالوب تاعنا، ولاصوص تاعنا ان شاء الله واجده. دوك تشوفوا معنا على هاوليك، هاي لي كلاصوص تاعنا كيفاش لا كونسيستانس تاعها خاطره ما شاء الله. و فوالا هنا دوك نخلطوا لي طاغلياتيل تاعنا ولا لي بات، ولا نقدروا نرفقهم بديك لاصوص، نقدروا نديروها بلوغي الروز، نقدروا نديروها بالمقارون، كال توت لي بات، توت لي مو تو لي جور دو بات. فوالا نخلطوا كامل. دوك هنا نبدل النيجره لا ريسيبيون باسكو ما نرجعوش، وكاين اللي يحبوه جاري على هذا يزيدوا يضيفوا شويه ماء الا جاتهم بزاف خطره لاصوص، يضيفوا شويه ماء غير غليه زوج يطفوا هذا ما كان كما راكم تشوفوا. وي دو بريفيرونس من المستحسن ينتكلوا هكا غير جوست يطيبوا ينتكلوا، ولا حبيتوا تخلوا لي بات سيباري وديروا لاصوص قدام، دهنوا شويه لي بات تاعنا بشويه زبده ابخي نحطوا لاصوص دو كوتي. فوالا دوك نشوفوه في طبق التقديم، وبصحتكم خاصة للعاملات، يعني هو طبق سهل ورابيد سورتو بالخف يوجد، وميم طون يعني بنين سورتو بنين. ونقدروا مام ضيف الغفلة كما يسموهم ضيف الغفلة ما حتى لا ديرنيير مينوت ما على بالناش، اوجد يعني بنين وراقي. وليسونسيال نقدروا نغيروا شويه في لا فاصون تاع التقديم تاعو، في طريقه التقديم تاعو، في التبصيش باب هكا شويه ما عندناش الفرماج هذاك مع الاخر، وي على فان ديروا له الفرماج غابي. هذا نسيت ما ذكرته لكمش، توت فاصون دوك تشوفوه في الطبق التقديم ما كي نديرلو المعدنوس والفرماج غابي هذاك على فان. هنا ديجا راكو تشوفو انا لحقنا عليه انا باسكو كي مازالو سخون ندرلو على ديرنيير مينوت نديرلو الفرماج غابي ونغطي عليه، نرجعلو الغطاء باش يذوب. فوالا دو بريفيرونس ان بون فرماج يا الكغيير ولا الشيدر هذاك. بعد كي نجو ثاني كي نجو نفرغو في الطباسه في لي زاسيات نزيدو له ثاني. هنا عاود شعلت له باش يسخن ا تو بتي فو على قيس ما يذوب هذاك الفرماج. وانا دوك تشوفو كي نفرغ كيما موالفين نفرغو لي سباغيتي، نكورو هذيك لا فورشيت ندوروها حتى يتشكل شغل اون تورناد، نحطوه في الطبسي تاعنا ونزيدو نديرو له نزينوه بشويه تاع معدنوس وشويه تاع الفرماج غابي هذاك تاليت ونقدموه وبالصحه
وعافية. سيغ سو ما بقى لي غير نقول لكم بون ابيتي ا توس اي ميرسي انكور اون فوا بور فو كومونتير الشابين كيما موالف كيما العادة. ما تنساوش تابونيو اللي مازالو ما ابوناوش وزيدو بارطاجيو لتعم الفائدة للجميع. اي ميرسي انكور باي. باش ما نطولش عليكم نخليكم تتمتعوا و سيغ سو نقول لكم جو فوز ام توت اي ميرسي بور فو كومونتير الشابين كيما العاده. ما تنساوش تفعلوا لي الجرس لكي يصلكم كل جديد. اي ابوني فو لي مازالو ما تنساوش. اي باي.